مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، ها هي الانطلاقة لشوطنا الحادي عشر، تمت بعون من الله تعالى وتوفيق شوطنا الحادي عشر الخاص. مشاهدينا ومتابعينا الكرام هنا ايضا في هذا الانطلاق والتحدي. الصدارة والمقدمة والمركز الأول الصويغي، من يأتي على الصدارة وعلى المركز الأول هنا لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان بقيادة أحمد بن عبد الله بن مساعد، من يأتينا على الصدارة وعلى المركز الأول. بينما المركز الثاني ثاني المراكز في هذه اللحظات هنا يأتينا سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لاحج الهايري شاهين من الجانب الآخر لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني وصالح بن سعيد لويبي في التضمير. بينما هنا التسلل من سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن خميس الغويص، من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس يأتي بهلوي من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وعلى المركز السادس ينطلق الرنج لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم قيادة أحمد بن سلطان بن رشيد، من ينطلق على المركز السادس. وسابع المراكز هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري في هذا الانطلاق. وثامن المراكز مولع من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق. وتاسع المراكز شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهل بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري في تضميره. وعلى المركز العاشر المنطلق شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بقيادة سالم بن عامر المدهوشي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى بهذا الانطلاق والتحدي والإثارة. مشاهدينا ومتابعينا الكرام نعود إلى صدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى سلهود. من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول؟ سلهود هنا لسيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن خميس الغويص، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. الصويغي في المركز الثاني سمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي في تضميره، من يأتينا على المركز الثاني وثالث المراكز. المركز الثالث في هذا الانطلاق والتحدي يأتينا هنا في هذه المسيرة سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيب اللاحج الهايري شاهين من الجانب الآخر لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني صالح بن سعيد لوهيبي في تضميره على رابع المراكز. وفي المركز الخامس بهلوي من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، من يأتينا خامسا. وفي المركز السادس المنطلق هملول سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن عبيد الحميري. المركز السابع مولع يأتينا على سابع المراكز من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وثامن المراكز يتواجد هنا الرنج سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد، من يأتينا بهذه الانطلاقة على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع يأتي شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري في تضميره. وعلى المركز العاشر يأتي حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سعيد بن سالم لينيبي، من يأتينا على المركز العاشر.
الأخير. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى صدارة، نعود بعد أن انهينا إذاعتنا للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول والسيطرة على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى المركز الأول هناك والمقدمة بهذا الانطلاق الجميل. ياتينا سلهود سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد حمد بن خميس لغويص، من ياتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني هنا من ياتينا على ثاني المراكز الصويغي لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان احمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي، من ياتي على المركز الثاني. وفي هذا الانطلاق المركز الثالث ياتي شاهين لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني صالح بن سعيد لوهيبي في التضمير، من ياتي على المركز الثالث. وفي المركز الرابع بهلوي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. وفي المركز هناك المنطلق مشاهدينا الكرام على المركز السادس في هذه اللحظات، مولع من هجن العاصفة قيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير، وياتي الرنج بهذه المسيرة مشاهدينا الكرام هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد. أما على المركز الثامن هملول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وهنا حشيم وصل لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي. وعاشر المراكز شاهين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع حمد بن عبد الله بطير العامري، من ياتينا على المركز في هذه اللحظات. هنا أيضا العاشر، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود هناك إلى سلهود المسيطر على زمام الأمور لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد حمد بن خميس لغويص السويدي أحد شبابنا المضمرين الشاب اللامع في هذا الانطلاق هو التحدي. بينما المركز الثاني ياتينا هنا الصويغي لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي في تضمير، من يأتي على المركز الثاني. ثالث المراكز في هذا الانطلاق هنا والتحدي مشاهدينا الكرام، يأتي حشيم ويغير من مركز إلى مركز لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم سعيد بن سالم لينيبي في تضمير حشيم، من يأتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع يأتي سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم مع مطر بن سيب اللاحد الهايري. وراء خامس المراكز جاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في التضمير في هذا الانطلاق والتحدي الجميل. فهلوي من الجانب الآخر من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير بهذا الأداء، وهنا حشيم قادم أيضا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير، وشاهين من الجانب الآخر لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني صالح بن سعيد لوهيبي في التضمير، من ينطلق في هذه اللحظات. سابعا هملول في المركز الثامن سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري بهذا الانطلاق والتحدي. تاسع المراكز
المركز التاسع هنا الوصول من سلهود لسيدي صاحب السمو الملتقي محمد بن راهب سعيد مكتوم مع مطار بن سيف اللاحق الهايري، وعاشر المراكز هنا ياتي مولع من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهب بن حمد بن غدير في هذا الانطلاق والتحدي. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى المركز الأول. الصويغي من غير على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ زايد بن سيف بن محمد آل نهيان أحمد بن عبد الله بن مساعد الرشيدي في تضميره، من يأتي على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. حشيم قادم بكل قوة، حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع سعيد بن سالم لينيبي، والكيلومتر الأخير من افتتحنا في هذه اللحظات فهلوي على المركز الثالث في هذا الانطلاق. فهلوي هنا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير وشاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني بقيادة المضمر سالم بن عامر المدهوشي. شعار الغرافة قادم بكل قوة في هذا الانطلاق هو التحدي. يسلم الله هنا في هذا الأداء الجميل، وأصبحت ثلاثية الانطلاق ثلاثية التحدي بقيادة حشيم على الصدارة، حشيم على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع المضمر بو أحمد سعيد بن سالم لينيبي في هذا الانطلاق. شاهين قادم، الشعار الغرفاوي قادم بكل قوة في هذا الانطلاق الجميل. شاهين على هنا على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. شاهين بشعار الغرافة ينتزع الصدارة، ينتزع المقدمة. تهانينا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي. شكرا يا أبو عبد الله يا الداعم الرئيسي لهذا الشعار، وها هي لحظة وصول شاهين إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. بهلوي في المركز الثاني من هجن العاصفة، المركز الثالث حشيم سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وفي المركز الرابع من وصل سلهود سيدي صاحب السمو الملتقي محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. المركز الخامس شاهين لسعادة الشيخ حمد بن عبد الله الثاني، وسادسا من هجن العاصفة. نعود هنا إلى التوقيت الزمني في هذا الانطلاق والتحدي الجميل ولحظة وصول هنا أيضا شاهين لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني بهذا الشعار الغرفاوي الجميل المميز هنا بقيادة سالم بن عامر المدوشي. 13:23 ثلاثة من الأجزاء من الثانية هو التوقيت الزمني في هذا الانطلاق المميز. المركز الثاني أتانا مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز، فهلوي من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راهد بن حمد بن غدير 13:24 خمسة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راهد بن حمد بن غدير. بينما المركز الثالث مشاهدينا الكرام كان من نصيب حشيم لسمو الشيخ حمدان بن راهد بن سعيد المكتوم مع المضمر سعيد بن سالم لينيبي مسجلا 13:28 ثلاثا من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.